روى الإمام أحمد في المسند وصححه والألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال جاء عشرة رهط إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة وأمسك عن الواحد فقالوا يا رسول الله أتاك عشرة رهط فبايعت تسعة وأمسكت عن الواحد يعني لما؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه معلق تميمة. قال لما الزول أنا ما سلمت عليه وما بايعته لأنه لابس له تميمة حجاب يعني حجاب اللي بعلقوه ده بعلقوه في الدكان بعلقوه في العربية وبعدين بعلقوه على الحمار حجاب عشان يحفظ الحمار شفت كيف؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجل ده لابس تميمة عشان كده ما ببايعه على الإسلام. فالرجل طوالي دخل يده جوا وقطع الحجاب وجدعه رماه. النبي عليه الصلاة والسلام قام يا دوب بايعوا وصافحوا سلم عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللي بيعلق حجاب ده أشرك بالله مشرك مشرك. ليه يا جماعة اللي بيعلق حجاب مشرك؟ قالوا لأنه الزول اللي بيلبس حجاب بيلبسه لوحدة من حاجتين أو للحاجتين مع بعض إما لجلب نفع أو لدفع ضر. جلب النفع يقول لك الحجاب ده بيجيب الرزق بيجيب الرزق أو بيجيب العرس أو 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 إلى آخره. دفع الضر يقول لك الحجاب ده بيحميني من العين ومن البنية والشلوت ومن السلاح ومن العارض ومن الفلس إلى آخره. فيا لابسه ليداء يا ليداء يا للاثنين مع بعض. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال جلب النفع بيد الله ما بيد الفكي الكتب الحجاب ولا بيد الحجاب. ودفع الضر ربنا قال بيد الله قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. ما قال إلا الحجاب أو إلا الفكي. ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير ده جلب النفع وإن يردك بخير يعني بنفع فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. عشان كده الزول اللي بيلبس حجاب مشرك لأنه يا لابسه لجلب نفع أو ضفع ضر والاثنين بيد الله. فلو لبس حجاب اعتقد فيه جلب نفع أو دفع ضر معناته ده أشرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما بايع على الإسلام. ليه؟ لأنه الزول اللابس حجاب اللي بيلبس حجاب خلاص لبسه للحجاب ده يتنافى مع العقيدة الإسلامية إما كلياً وإما جزئياً بحسب اعتقاده في الحجاب. فلو اعتقد الإنسان اللابس للحجاب أنه ينفع ويضر ده كافر طالع برا الدين حتى لو صام وحج 700 مرة للكعبة كافر لو لابس حجاب وعقيدته زي دي. ولو اعتقد إنه الحجاب ده لا بينفع لا بيضر لكن زي الدواء للمريض. الصوفي لما تعصره في مناظرة أو في نقاش وتوري إنه النفع والضر بيد الله يقول لك لا الحجاب لا بينفع لا بيضر لكن سبب زي البنادول للمريض. فإذا اعتقد إنه سبب زي الأسباب بتاعت المريض دي الأدوية ده شرك أصغر. لأن الشيخ العثيمين يقول القاعدة أن كل من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا كونا فقد أشرك شركا أصغر. بقاعدة عديل أي زول يتخذ له حاجة سبب وهي ما سبب لا كونا. السبب الكوني البنادول للمريض
الحقنة للمريض لزول العيان ده سبب كوني، سبب بالتجارب الطبية، سبب كوني. من الأسباب الكونية برضو لو عندك بعوض مثلا قمت ولعت له قرض في نار عشان يطرده مثلا، ده سبب بالتجربة، ده سبب كوني وغير من الأسباب الكونية. أما السبب الشرعي زي الأذكار الواردة في الكتاب والسنة كأذكار الصباح والمساء وأذكار دخول الحمام والخروج منه إلى آخره، فأي زول اتخذ ليه سبب ربنا ما جعله سبب لا كوني ولا شرعي ده أشرك شرك يا جماعة أصغر. لكن الملاحظة الليلة في الناس اللي بيلبسوا الحجابات الغالبية العظمى إن لم يكن جميعهم بيعتقدوا إنها تنفع وتضر عديل، وهذا هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر المخرج من الدين. بدليل شنو؟ بدليل يقول لك ده حجاب بتاع رزق. في فكيف جايب الشارع ده شارع الظلة ده فكيف فاتح له دكان معلم فيه شواويل بتاعت خيش 600 مرة قاعدات جوا والرجال قاعدين برا ولواري واقفة وركشات وكارو كارو واقف برا، فكي دجال يكتب حجبات ومحايات يقول لك ده حجاب رزق بكم يا فكي يا بليد؟ ب20 جنيه. طيب انا دار البس حجاب بتاع رزق داير 100 مليون يتباع لي ب20 جنيه؟ دي ما بلادة وغباء. بعدين الرزق بيد الله ما بيد الفقير، الفقير لو بيده ما كان قاعد له في جحر ضب ما يقدر يقعد فيه 3 يوم، لأن ربنا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله سبحانه وتعالى وبالسماء رزقكم وما توعدون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق في أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. صححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقي، رزقك ما داير عضيت جلابيتك وجاري ما داير الرزق ده، كتبوا لك الله وانت ما داير وجريت منه جري هربت منه، قال عليه الصلاة والسلام لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. صححه الألباني أيضا. فالرزق بيد الله ما بيد الفقيه. الصوفية عندهم شبهة هنا في الحجابات، يقول لك أول حاجة التميمة ليست هي الحجاب، إنما التميمة هي خرزات. التميمة هي شنو؟ خرزات. ليه بيقولوا الشبهة دي التميمة هي خرزات؟ عشان يقول لك الأحاديث الجاد باسم التمائم، تمائم شرك، تمائم حرام، تمائم شرك، دي كلها ما بتعنينا نحن الصوفية، الحاجات اللي بنكتبها دي ما عندها علاقة بالأحاديث دي. طيب يا صوفي نديك حديث جابه المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن رجلا دخل على أبي معبد الجهني وهو عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه، وكان أبو معبد في المرض لعله مرض الموت أو كذا، فقال الرجل يا أبا معبد ألا تعلق؟ قال لي ما تعلق لك حاجة. ألا تعلق؟ ده صحيح صححه الألباني بطوله. ألا تعلق؟ قال الموت أقرب من ذلك. يعني كونه علق لي حاجة الموت أقرب لي وأهون لي من أعلق حاجة من دون الله سبحانه وتعالى. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علق شيئاً، شيئاً دي عامة بقت خرزة بقت مركوب، شفت لو علقت مركوب يدخل في الحديث ده، من علق شيئاً
وكل إليه، وكل إليه، ربنا يكلك للشيء ده، ربنا حافظك، لكن مجرد ما تعلق شيء ربنا يكلك له، خليه يحفظك. مش انت قلت الجلد والحجاب المجلد بجلد التيس اللي اداك له الفكي ده بينفعك وبيضرك وبيحفظك وبيرزقك، ربنا يكلك له، خليه يرزقك الحجاب ده، خليه ينفعك، خليه يحفظك، خليه يديك رزق، يديك مال، يديك قروش، ما بيديك. لكن الصوفية بيحاولوا يعملوا شبهات حول هذه المسألة لأنه بيدخل لهم قروش. شيوخ الصوفية لو أغنعوا أتباعهم بأنه الحجاب حرام أو نحن أغنعناهم أنه حرام، تاني ما في صوفي في ظنهم كده بيجيوا طرادة، مع أنه هو لو اعتمد على الله واشتغل في السوق ده، باع موية، باع برد، أي باع أقلام، باع بصل، باع فجل، ربنا بيرزقك يا أخوة بالسماء رزقكم وما توعدون. لكن شيوخ الصوفية لأنه الشغلة دي شغالة لهم مأكلة بيأكلوا بها. شبهة تانية بيقول لك يا أخي الحجبات بتاعتنا دي من القرآن، وده كذب. لليلة ما حصل لقينا حجاب من القرآن، أنا غايته ما شفته أبدا. وأي حجاب يجيبوه مكفول يقولوا ده قرآن صافي قرآن كله، نفتحه إما تلقى فيه بعرة بتاعت حمار، والله زي ده، أو تلقاه فيه طبلة، في حجاب قال اسمه أبو طبلة بيلبسوه هنا بالسروال، بيعملوه صوفية. شوف الصوفية ده المجرمين كيف، ده مهمة تجنى يا صوفي، قالوا ده مهمة لو عملت جريمة، وتعمل جريمة ليه أنت يا صوفي؟ قال لو عملت جريمة ومشيت للقاضي تطبل الطج، قال لو نبست أم القاضي ذاته، القاضي قال ما بشوفك ذاته ولا بيسألك وبيكتب لك براءة، قال ده إجرام ولا ما إجرام؟ تشوفهم هناك في السوق الشعبي صوفية راكدين في الجامع، تلقى كل دول الطبلة مرفوعة كده بمفتاح، والله بمفتاح. وأول حاجة ده شرك وكفر بالله. رضي الصوفية ما أبوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى التمائم اللي هي الحجبات دي شرك، في حديث أبي داود من رواية عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى جمع رقية، وهي نوعين، رقية من غير القرآن ومن غير الدين زي الرقية بتاعت الصوفية دي، هي الشرك بالله، يهمم لك ويعمل لك بخور ومحايات وغيره، دي هي الشرك ذاته. النوع الثاني رقية من القرآن، ودي ذاته انتبه، أفضل لك ترغي لنفسك براك. حتى أنصار السنة الفاتحين لهم بيوت تلقى عامل دقنه ليه صرته، وعامل لك يافطة كبيرة، مركز الإحسان للتداوي بالقرآن وإخراج المس والعين والجان، وخات سكرتير أو سكرتيرة، جلسة خاصة بسبعمائة ألف، هو المصحف بعشرين جنيه، جلسة خاصة قال بسبعمائة ألف، وجلسة عامة بسبعين جنيه، أو يقول لك خمسة وسبعين عشان تفاوضوا في الخمسة وتفضل السبعين، شغل بتاع تجار وناس مجرمين، وخات سكرتير برا، واحدين خاتين سكرتيرات كمان نسوان، والله زي ده. ها تلقى قاعد جوا صار سنة ولا انصار مهدي ولا غيره، قاعد جوا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ويوهمك، يدخل لك وهم في راسك، يقول لك اسمع انت تجي ونصيح، يقول لك فيك 13 شيطان، اثنين ضناغلة وثلاثة فلاتة وأربعة فور وخمسة جعالين، مرقوا اثنين وفضلوا سبعة، يغشك عشان ياكل بعقلك حلاوة وياكل قروشك ويعدمك الملينة، ده أنصر سنة ذاته. شيخ مين وشيخ مين وشيخ مين، وعندهم شبهات، يقول لك والله احنا عملنا كده، عملنا كده عشان شنو؟ عشان الناس ما يمشوا للصوفية، انت ذاتك ما بقيت قريب للصوفية، لأنه بعد شوية الناس حيعتقدوا فيك، يقول والله شيخ فلان ده رغيته قوية، شفت الكلام ده كيف؟ وشيخ فلان ده شفى فلان وكان السبب في شفاء فلان، ده كله يا جماعة شوية 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 يقود إلى الاعتقاد في هذا الشيخ كما يعتقد الصوفية في شيخ الصوفية. عشان كده الشيخ الألباني العلامة الإمام الألباني محدث العصر قال لا أعلم في الإسلام
مهنة تسمى براقي. ما في الدين زول كده مهنته إنه ده والله بتاع رغية، في نجار، في زبال، خليك معي، في مزارع، في حداد، في طبيب، في مهندس، في أستاذ، في تاجر، في غيره، لكن زول مهنة كده دينية إنه شيخ بتاع رغية ده باطل. النبي قال إن الرقى والتمائم، التمائم دي الحجبات تحت الصوفية، حجبات تحت الصوفية. إذا كان الحجاب من القرآن فعلا كل قرآن، وده ما لاقانا نحن لليلة ما لاقانا، لكن إذا وجد دي بدعة لكن ما شرك، بدعة، واحد يقول لك ما شرك بدعة، يعني معناته الأمر هين، ما في مشكلة نلبس. البدعة ما هينة يا شيخ. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن كل محدثة بدعة، شو البدعة حتوديك وين في آخر الحديث، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى البدعة بتوديك جهنم، كيف تكون البدعة هينة؟ العلماء قالوا الحجاب من القرآن بدعة لأن الرسول ما سواه، أما ما ورد عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص فده ما صحيح، ما صحيح إسناده، ما صحيح، ما علق على أولاده ولا حاجة، ده باطل. إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يخد يده فوق رأس الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ما كان بيعلق لهم حجاب من القرآن أبدا. شفت الكلام ده كيف؟ طيب نمرة اثنين، العلماء قالوا الحجاب من القرآن بدعة ومحرم. ليه؟ قالوا لأنه الرسول ما سواه. نمرة اثنين قالوا لأنه تعليق القرآن ذريعة إلى تعليق غير القرآن، وده الآن في الواقع حاصل، لأنه شيوخ الصوفية ناس البرعي والمكاشفي والكباشي والركيني، هؤلاء الضلال دعاة الشرك دعاة البدعة، ما دخلوا على الناس في تجويز الحجبات وكتابة الحجبات إلا من هذه الذريعة إنه حجباتنا دي قرآن. شكذا العلماء قالوا سدد للذرائع، إذا قلنا يجوز القرآن لعلق غير القرآن. وقاعدة سد الذرائع دي قاعدة كبيرة جدا جدا عند المالكية بالذات، فباطل تعليق القرآن لهذا السبب الثاني. السبب الثالث قالوا ما يجوز تعلق حجاب من القرآن لأنه تعليقك للقرآن يؤدي للاستهانة بالقرآن، ولا بد لابد علقته تستهين به، لأنه ربما أنت معلقه وإنت على جنابة من مرتك أو من احتلام، صح ولا ما صح؟ ده استهانة بالقرآن. نمرة اثنين ربما أنت معلقه وتعرك فيه في كلام الله، ودي استهانة بالقرآن باتفاق المسلمين. ربما أنت معلقه تفعل شيء لا يليق بهذا الكتاب العظيم، برضو ده وارد، عشان كده قالوا حرام تعلق من القرآن. أما التولة، التولة دي عرق المحبة، بيعملوا بعض شباب الجامعات وبعض الناس الجهلة، يمشي للشيخ صوفي يديه 50 جنيه، داك ما شرفان جعان، يقوم يكتب له أو يكتب له في عرق ويعمل له فيه سحر، وأصلا هو سحر مش عرق محبة، أصلا هو سحر، لأنه السحر ما يؤدي إلى الصرف أو العطف، فده التولة دي نوع من أنواع السحر يؤدي إلى العطف وليس إلى الصرف، يعني يؤدي إلى أن تحب هذه الفتاة هذا الشاب أو العكس، أو تحب هذه المرأة هذا الرجل، أو هذا الرجل هذه المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.